السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع اليوم هو تنفيذ الدور باستخدام قائمة مرتبطة Implementation of AQ Using a Linked List. تعرفنا في اللقاء السابق على تمثيل الدور AQ باستخدام المصفوفة. المشكلة كانت في هذه الطريقة أن التخصيص من النوع الثابت Fixed، لأنه يجب الإعلان عن قياس المصفوفة بقياس محدد. إذا ظهرت الحاجة إلى توسيع أو تكبير الدور وبالتالي المصفوفة، فيجب تغيير قياس المصفوفة، وهذا غير ممكن في التخصيص الثابت Static Allocation. We cannot resize the array dimension. طبعا من ناحية نظرية يمكن حل هذه المشكلة، ولكن بتكلفة عالية. مثلا الإعلان عن مصفوفة جديدة بقياس أكبر، ونقل المصفوفة القديمة إلى الجديدة، وما يتبع ذلك من تغييرات. كمتطلب سابق للتعرف على تنفيذ الدور باستخدام قائمة مرتبطة، يجب معرفة كل من الهيكلين: القائمة المرتبطة Linked List والدور AQ. وقد تعرفنا على هذين النوعين في فيديوهات سابقة. القائمة المرتبطة Linked List هي هيكل بيانات ديناميكي Dynamic Data Structure، حيث يمكن أن تنمو Grow وتتقلص Shrink حسب الحاجة، أي أن استخدام الذاكرة سيكون فعال. الدور هو هيكل بيانات بطرفين Front الطرف الأمامي ورير الطرف الخلفي. يمكن الحذف أو السحب من الدور من الطرف الأمامي أقدم عنصر، وتسمى هذه العملية DQ، ويمكن الإضافة من الخلف في آخر الدور وتسمى هذه العملية NQ. أي أن الدور يتبع القاعدتين الأساسيتين First In First Out، والقاعدة الثانية أن تعقيد كل من عمليتي السحب والإضافة هو Big O One، أي أن إجراء أي من العمليتين السحب والإضافة سريع ولا يحتوي على أي تكرار. كما تعرفنا لإجراء عملية الحذف أو السحب DQ، كل ما علينا القيام به هو قراءة العنصر المعنون بواسطة Front وتحريك Front إلى الموقع التالي. والإجراء عملية الإضافة، كل ما علينا القيام به هو زيادة قيمة المؤشر رير ليشير إلى الموقع التالي، وتخزين العنصر المطلوب إضافته في الموقع المشار إليه بواسطة رير. طبعا قبل عملية السحب يجب التحقق أن الدور غير فارغ، وقبل عملية الإضافة يجب التحقق أن الدور غير ممتلئ. لتنفيذ الدور AQ باستخدام قائمة مرتبطة، يجب الإعلان أو إنشاء قائمة مرتبطة Linked List وتطبيق قواعد الدور على هذه القائمة المرتبطة. قد يتبادر للذهن السيناريو التالي: لنفرض أنه لدينا هذه القائمة المرتبطة التي تعمل كدور. لإجراء عملية الحذف أو السحب نقرأ بيانات العقدة المعنونة بواسطة Front، وحيث تم حذف هذه العقدة نعدل قيمة Front لتشير إلى العقدة التالية. تعقيد هذه العملية هو Big O One، وهي تحافظ على القاعدة First In First Out، حيث تم حذف أو سحب أو خدمة العنصر في رأس الدور. ولإضافة عنصر إلى الدور Insert، إنشاء عقدة جديدة وتخزين البيانات Data في هذه العقدة، ضبط المؤشر إلى Null، وللربط تغيير قيمة هذا المؤشر ليشير إلى هذه العقدة بهذا الشكل. هذه الحالة تحقق الشرط بما يتعلق ب First In First Out، حيث تمت الإضافة في آخر الدور. الآن بالنسبة للتعقيد Complexity، فما هو عدد العمليات اللازمة للقيام بهذه العملية للوصول إلى آخر عقدة هذه العقدة؟ وبالتالي لمعرفة قيمة هذا المؤشر يجب زيارة جميع العقد من البداية للوصول إلى العقدة التي تشير إلى نال. وبالتالي فإن التعقيد سيكون Big O of N، وهذا لا يحقق الشرط الثاني وهو التعقيد. يجب تصميم القائمة المرتبطة بطريقة بحيث يكون التعقيد في عمليتي الحذف والإدراج
هو بيج او 1. لتحقيق ذلك نستفيد من الخاصية أن للدور مؤشرين front و rear. القائمة المرتبطة الأحادية single linked list يوجد مؤشر واحد والذي كنا نسميه بهيد والذي يشير إلى عنوان أول عقدة، وهو المعلومة الوحيدة المتوفرة لدينا عن القائمة المرتبطة. الآن لو عدنا إنشاء القائمة المرتبطة بهذه الطريقة إلى آخره، نال، بحيث نستخدم مؤشر front للإشارة إلى أول عقدة ومؤشر آخر rear للإشارة إلى آخر عقدة، فإننا نستطيع الإيفاء بالشرط الثاني وهو التعقيد في حالة الإضافة، حيث الآن نعرف عنوان آخر عقدة. الآن بالنسبة للعمليات، عملية السحب أو الحذف DQ تسحب أو تحذف أقدم عنصر في الدور. كل ما علينا القيام به هو استرجاع قيمة هذه العقدة المشار إليها بواسطة front وطباعة المحتوى أو تخزينه في أي مكان مطلوب، وبعد ذلك تعديل قيمة front لتشير إلى العقد التالي. هذه العقد الآن أصبحت خارج الدور. طبعا كما تعرف إذا تم إنشاء العقد باستخدام malloc function يمكن القيام بتحرير هذه العقدة باستخدام الدالة free ليستطيع النظام أو هياكل بيانات أخرى من الاستفادة من هذه الذاكرة. الآن القيام بعملية الإضافة NQ مثلا data، ننشئ عقدة جديدة ونخزن فيها البيانات المممررة إلى هذه الدالة ونضبط المؤشر على null حيث أنها ستكون آخر عقدة. نعرف عنوان هذه العقدة مثلا 500، يجب تخزين القيمة 500 في الحقل الخاص بالمؤشر لهذه العقدة، لنفرض أن هذه العقدة مخزنة في الموقع 400، أي أن القيمة هنا كانت 400. يجب كذلك تغيير هذه القيمة في رير لتصبح 500 بهذا الشكل. الآن مؤشر هذه العقدة يشير إلى العقدة الجديدة، المؤشر رير يشير إلى آخر عقدة، وهكذا. من العمليات الأخرى التي يجب تعريفها is empty وهي سهلة هنا. إذا أعلننا عن متغير size أصلا عند الإنشاء يساوي صفر، كلما أضفنا عنصر جديد نزيد قيمة size plus plus، وكلما حذفنا عنصر من القائمة ننقص قيمة size minus minus، أي أن قيمة size في أي وقت ستشير إلى عدد العناصر في الدور. إذا كانت size تساوي صفر فإن is empty ستكون true، أي أن الدور فارغ. أما إذا كانت قيمة size غير ذلك، أي قيمة أخرى، فإن الدور غير فارغ. في الواقع نظريا يمكن تعريف is false، إلا أنه في حالة تنفيذ أي هيكل بيانات باستخدام القائمة المرتبطة لا نحتاج إلى هذه الدالة. القائمة المرتبطة ديناميكية وتسمح بأي عدد من الإضافات، اللهم إلا إذا نفذت الذاكرة. في أكثر الحالات إذا كان الدور صغير في الحجم ومعروف القياس يفضل استخدام المصفوفة، أما إذا كان الدور كبير ويمكن أن ينمو فيحبذ استخدام القائمة المرتبطة. بالتالي بالنسبة للبرمجة، رغم أن هذه مهمة الطالب إلا أني بعجالة سأمر على البرنامج. طبعا يمكن كتابة البرنامج بطرق مختلفة. في البايثون نستخدم class، في C++ نستخدم struct،
هنا نعلن عن two classes, class node, class queue. في class node نعرف الهيكل لأي عقدة، حقل للبيانات وحقل للمؤشر الذي سيشير إلى العقدة التالية. بالنسبة لكلاس كيو نعرف مؤشرين front ورير، كل منهما في البداية none، ونعرف متغير size بقيمة ابتدائية تساوي صفر. في الواقع يجب التحذير، size هنا ليست قياس الدور إنما عدد العناصر الفعلي الموجود في الدور. الآن بالنسبة للدالة is empty سهلة، إذا كانت self size تساوي صفر نرجع بالقيمة true أي أن الدور فارغ، وإلا نرجع بالقيمة false أي أن الدور غير فارغ. بعد ذلك الدالة أو الوظيفة any queue تضيف عقدة جديدة، وقد بيّنت هذه الخطوات. any queue self data يمرر إليها القيمة المطلوب تخزينها في الدور، new node تساوي نود داتا، ننشئ عقدة جديدة ونخزن فيها داتا. if self rear is none اذا كانت rear تشير الى empty، self front تساوي self rear تساوي new node اي عند انشاء هذه العقدة الجديدة لاول مرة. هنا نخزن داتا ونضبط كل من المؤشرين front ورير على هذه العقدة. هذا في الواقع بالنسبة لأول عقدة. else أي إذا لم يكن الدور فارغ، self rear next تساوي new node، self rear تساوي new node، ونزيد القياس بواحد، وقد بيّنت في الشاشة السابقة هذه العملية. DQ تسحب عنصر من الدور. If is empty true retain none، لا نستطيع السحب من دور فارغ وإلا نقوم بعملية السحب. نقرأ العنصر المعنون بواسطة front، نعدل قيمة front ليشير إلى العقد التالي أي أن العقد الأولى في رأس الدور التي قرأت تحذف، لا يوجد إشارة إليها. بعد هذه العملية أي سحب قيمة من الدور، قد يصبح الدور فارغ أي أننا حذفنا أو سحبنا آخر عنصر في الدور. في هذه الحالة نضبط رير على نون، وطبعا في كل الحالات عند القيام بأي عملية حذف أو سحب ننقص قيمة سايز ونعود بالقيمة ريموف داتا التي قرأت من العقدة. بالنسبة للعملية بيك في الدور، فكما نعرف هي تقرأ أول عنصر في الدور ولكن بدون إجراء تعديلات على الدور. طبعا القيام بهذه العملية يجب التحقق أن الدور غير فارغ، وبعد ذلك retain self.front.data أي أننا قرأنا رأس الدور. القيام بعملية display يجب تنظيم تكرار من بداية الدور حتى نهاية الدور، وعند زيارة كل عقدة إما طباعتها أو تخزينها في أي موقع نرغب. كمثال example usage، تم إنشاء دور، بعد ذلك queue in queue 10 تم إنشاء عقدة تخزين القيمة 10 فيها وضبط front ورير ليشيروا إلى هذا الموقع. NQ 20 يصبح الوضع هكذا 10 front. نفرض أن الخلية الأولى مخزنة في الموقع مثلا 400 front 400، تم إنشاء عقدة جديدة تخزين القيمة 20 فيها إلى null، ونفرض أنها أنشئت في الموقع 600 يجب تخزين القيمة 600 في رير أي أن رير تشير إلى هذه العقدة، ويجب تخزين 600 كذلك في نيكست من العقدة الأولى ليصبح الوضع هكذا. بنفس المنطق NQ 30
ننشئ عقدة جديدة ونخزن القيمة 30 إلى نال، نفرض هذه العقدة مخزنة في الموقع 800، نخزن هنا 800 بهذا الشكل ونعدل القيمة المخزنة في رير إلى 800، أي أن رير أصبحت تشير إلى هذه العقدة. الآن اتباعة العناصر Q Elements Q Display سنحصل على نتيجة 10 20 30 نون. Print Decode Q DQ سنقرأ أول عنصر من الدور 10، الدور في هذه الحالة سيصبح هكذا 20 تشير إلى 800، 30 هنا نال لا تغيير على رير، قيمة رير 800. أما فرونت فيجب تعديل محتواها إلى 400 لتشير إلى هذه العقدة. print front element Q peak نقرأ العنصر في رأس الدور 20 ويبقى الدور كما هو لا تغيير. ولو جربنا طباعة العناصر في الدور بالفعل حصلنا على 20 30، وهكذا. بهذه الطريقة نكون قد نفذنا الدور باستخدام القائمة المرتبطة. أنشأنا قائمة مرتبطة Linked List وطبقنا عليها قواعد الدور. شكرا لكم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.